متابعينا مستمعينا الكرام، تابعنا الشوط الاول الرئيسي شوط الحان للشاعر سالم بن عيد المهيري، سجلت 9:22 تهانينا والناموس، وانتقل مع شوط جديد من اشواط هذا الصباح الجميل، هو الشوط الثاني في المجموعه والشوط الاول للحول المهجنات العصايل، شوط يحمل هذه الفئه فئة الحول المهجنات الأصايل، نسير بهذه التحديات على مقدمة هذا الشوط. هذه الآن في المركز الأول، الله شعار شعار بن مطوع يتصدر قائمة هذا الشوط على ظهر اللي هيت قادم الآن الخالدية، الخالدية على مقدمة هذا الشوط، مطوع بن مشعاب بشمال ظهر من يقدم لنا، من يقدم لنا الخالدية على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الفايزة، الفايزة الفايزة سالم بن سعيد بن حضير ملكتبي، بينما المركز الثالث متواجد هلام طواري، طواري يا طواري من تعلن طواري الفوز والانتصار، طواري للسيد خالد بن خليفة بالسلاف المر، من يقدم لنا طواري بهذا الشوط. انتقل الان الى المركز الرابع، المركز الرابع نتأخر ونسير بهذه التحديات الى المركز الرابع، نجد الان بالمركز الرابع هذه اللي واصله، اللي قادم الان الطيارة، الطيارة 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 سيد سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، من يقدم لنا الطيارة بهذا الشوط. وصل الى المركز، الى المركز الخامس، المركز الخامس الان متواجد بهذا الشوط، مشهورة عبد الله بن معيوف بن محمد العامري، والمركز السادس عندك يا بن يوحان نشرت مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي، والمركز السابع، المركز السابع مراسيم محمد بن سعيد بن حضير ملكتبي، والمركز الثامن هذه الذاير، الذاير الذاير سيد سعيد بن محسن بن بخيت السلم العامري، والمركز التاسع، هذه التاسع الان اللي عليها رقم 10، هذه الشايبة سيف بن سالم بن مسبح بن محمد الكتبي. هذه النتيجة متابعينا الكرام، نتيجتنا للمراكز الاولى بهذا الشوط مع شوط الحول، شوط الحول المهجنات الاصايل، شوط يحمل هذه الفئه، فئه الحول المهجنات الاصايل، هذا الهدوم ما شاء الله الذي يسبق العاصفه، يسبق العاصفه هدوم، يسبق العاصفه الجماعه مهدين المضمرين، كل واحد حاط جهازه على التبليم ما شاء الله، ولكن نشاهد دائما وابدا عندما ندخل في الكيلو المتر الاخير نشاهد عروض، نشاهد تحديات من قبل الحول، والرقص مع الكبار غير، الرقص مع الكبار غير، نسير الى مقدمة هذا الشوط، نبحر بكم مع الطيارة، نقول على مقدمة الشوط
طواري بدأت الآن بالتغيير، طواري يا طواري يا سلام، والشوط واري، الشوط واري يا أبو محمد، يقدم لنا طواري، هذه طواري بالفعل، أعلنت الطواري طواري مبكرا ما شاء الله على مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا طواري، واحد من شبابنا المضمرين خالد بن خليفة بن شاهين بالصلاة في المرر يقدم لنا طواري. ركز يا ابو محمد ركز بمتابعة ابو محمد خليفة بن شاهين بالصلاة في المرر متواجد بالعين المجردة يتابع طواري. بدأ التغادر الآن لائحة 3 كيلومترات، انتصفنا التاريخ 3 كيلومترات على بداية الشوط و3 كيلومترات على نهاية الشوط ولكن ابو سعيد متواجد الله لا شلك يا ابن حضيرم هذا متواجد مع الفايزة قادمة الفايزة سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي قادم مع وجود الفايزة بينما الخالدية مع المركز الثالث مطوع بن مشعاب في شمال الظهري يقدم لنا الخالدية الباحثة على الأولية ولكن أشوفني الطيارة بدأت الآن تتجول من موقع إلى موقع والطيارة لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري هذا الاسم ما شاء الله اسم عريق يذكرنا باسم غوي صال وقال في ميادين السباق الطيارة لسمو شيخ الزعب الزايد اللي ضمها مهير بالصوف الاكتبي هذه سميت ما شاء الله على الطيارة على تلك الاسم نشكر شبابنا على هذه المحافظة محافظة الاسماء القوية المعروفة في ميادين الدولة نتأخر نسير الى المركز الخامس الان هذه المركز الخامس اللي بدأت بالاقتراب اللي هي نشرة مبارك بن محمد بن سعيد ولكن الدخول من غب المشهورة عبد الله بن معيوف بن محمد العامري ونشره في المركز السادس نشره مبارك بن سعيد بن محمد الشامسي نكتفي بالفعل نكتفي يا ابو حسن نكتفي بالست الا بالسبعه الا بالست المراكز الاولى بنصير هناك مع الكوكبه هناك كوكبه ما شاء الله على مقدمة الشوط يا سلام وقف معه ايضا بشاهين مع خليفة بشاهين مع مطوع بن مشعاب بن مطوع مع بن حضير مع بن عيلان ما شاء الله عمالقة الركض ما شاء الله متواجدين بهذا الشوط ولكن طواري الان مع مقدمة هذا الشوط بالفعل طواري ولكن بلا اوامر بلا تعليمات يقدم لنا طواري خالد بن خليفة بن شاهين بالصلاة في المرر ونقول نذكر المتابعين والمضمرين لائحة الاعلام نقول لائحة الاعلام الكيلو المتر الاخير يا شباب لائحة الاعلام الكيلو المتر الاخير بقيادة طواري يا بن شاهين يا ابن مطوع يا ابن حضيرم يا ابن عيلان يا المهيري ونقول ما شاء الله بدت الان السماعه بدت الان الحركه بالسماعه الا ما حركوها ما شاء الله راحت طواري وشوفت بلا اوامر بلا تعليمات وصلت الطياره اهالي منازف واهالي رميله وصلت الطياره بنقول طارت الطياره مع المركز الثاني يقدم لنا الطيارة سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري ولكن طواري لا زالت مسيطرة مع مقدمة هذا الشوط ابو محمد يا ابو محمد يا خليفة روح يا سلام روح يا بن عيلان هذا الكلام المطلوب من شباب المضمرين المواطنين ما شاء الله ونقول خلاص لائحة ال 200 متر الاخيرة وبنقول طارت الطيارة وحلت
الشوطين حلت مع المركز الاول، مع المركز الاول مع شوط المهجنات الاصايل هذه لحظات الوصول الى خط النهايه، معلن الفوز ومعلن التهاني لسعيد العيلاب عبد المهيري. طواري ما قصرت مع المركز الثاني خالد بن خليفه المرار، المركز الثالث للسيد الفايز سعيد الحويرم، الرابعه خالديه مشعاب للسيد مطوع بن مشعاب، والخامسه مطوع بن مشعاب بجمال الظاهري، الخامسه مشهوره عبد الله بن معيود بن محمد العامري. 9 دقائق و47 ثانيه و30 جزء من الثانيه تسجل معانا الطياره سعيد بن عيلان بن عبد الله.